تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة عين عبيد بعد عمل استباقي من خلال مبادرة العناصر العاملة في الميدان للحصول على معلومات تم استغلالها والتحري حولها. بعد التنسيق مع النيابة تم تمديد الاختصاص إلى قرية نائية يستغل أفراد الشبكة مسكنا بها لإفراغ أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، حيث بعد عملية تفتيش إيجابية تمكن من ضبط بندقية تقليدية الصنع وسلاح ناري فردي وكذا ذخيرة وأسلحة بيضاء مع توقيف شخصين تم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن تهم تكوين جمعية أشرار وحيز أسلحة نارية تقليدية الصنع من الصنف الخامس دون رخصة، حيز أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، حيز وترويج المخدرات.